أبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى لا، يقول طالما أنه لا يكفي الوضوء خلاص تيمم، يا أنك توضأ كامل يا أنه تتيمم، ما في شيء اسمه نص وضوء وبعدين تيمم. يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة، لا يجتمع أنك تتيمم وتتوضأ في نفس الوقت، يعني وضوء ناقص ثم تيمم تكملة، ما في، يا توضأ كامل يا تيمم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة، أنه إذا كان الماء لا يكفي للوضوء كامل صحيح، طيب ولو للأعضاء الأربعة، واضح، ولو للأعضاء الأربعة التي ذكرت في القرآن الكريم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا كان يكفي لهذه الأربعة وجوبا أنك تغسلها، لا يكفي تيمم. قال طيب يكفي لغسل الوجه بس ما يكفي للباقي، ما في شيء اسمه نص وضوء، إما وضوء كامل وإما تيمم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذا مذهب أبي حنيفة، بينما مذهب أحمد لا، تتوضأ باللي يكفي ثم تكون عجزته عن الباقي فانتقل إلى التيمم. نعم.